السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نرحب بكم عبر برنامج المؤشر اليوم من خلال تغطية خاصة للقمة العالمية للحكومات 2024 في الدورة 11 بعنوان استشراف حكومات المستقبل. العديد من المحاور والأجندات التي تم الحديث عنها من خلال هذا الملتقى الكبير والذي يجمع رؤساء دول بالإضافة لرؤساء مجالس وزراء وأيضا العديد والعديد من الوزراء والمسؤولين على مستوى العالم ككل. من أهم المحاور التي تم الحديث عنها التي استبقت أيضا انطلاق القمة هي محور الشباب، واليوم شرفني استضافة معالي سلطان النيادي وزير دولة للشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة. شرفنا استضافتك معاليك. مرحبا أخو مرحبا، أنا سعيد كذلك بالحضور معك. الله يطول بعمرك، نحن نتشرف دائما بالشباب الإماراتي، واليوم أنت تمثل معاليك الشباب الإماراتي من خلال دورة جديدة وزارية للشباب، والشباب دائما طموحين خصوصا بوجود أيقونة وصلت للفضاء، وكانت هناك لفترة وكان أول عربي يكون في الفضاء لمدة 6 أشهر. اليوم أعطيت حافز للشباب لتقديم الأفضل أن يصلون لأعلى المراتب من خلال إبداعاتهم من خلال مجهوداتهم. نعم. شو تطلعاتك بداية، أو قبل ما تحدث عن التطلعات تفضل تحدث عن القمة، مشاركتك في اليوم اللي استبقت القمة وتحدثت من خلاله عن الشباب؟ نعم، وجودنا في القمة حقيقة كان من خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة، كان عندنا وزراء من الدول العربية، وفي بعد كانت بعض الإسهامات الموجودة من الشباب اللي نبرزهم ونطلعهم على الساحة. عموما في طموح عند الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والشباب العربي بشكل عام، ولكن بعد في تحديات. تكلمنا صراحة مع معالي الوزراء عن أهم هذه التحديات، ويعني تطرقنا لبعض الحلول اللي ممكن أن تخلي الشباب هذه يواجهون التحديات بشكل مناسب، معرفين نحن صراحة التحديات هذه من ناحية الهوية الوطنية العربية، من ناحية الفرص يعني ممكن لهم يبرزون إسهاماتهم إبداعهم في الفن في الأدب وحتى في مجال ريادة الأعمال، وفي الأخير مسألة التواصل معهم، لأن يشوفها صراحة مسألة مهمة جدا، كيف أن نحن نوصل صوت الشباب هذه إلى القيادات في الدول العربية، ونفس الشيء نستشف التوجيهات من أعلى مستوى ونوصلها إلى الشباب بشكل عام. فهذه أغلب التحديات والمواضيع اللي تطرقنا لها في الاجتماع هذا. اليوم من أهم معدلات الشباب المستقبلية التي اختلفت عن السابق هي معدلات سوق العمل. سوق العمل اليوم مثل ما أنت تعرف معاليك، بالسابق كانت هناك تخصصات معينة، اليوم فتحت المستقبل آفاق جديدة للشباب. شو هي خطتكم أو ما هي طموحاتكم بالنسبة لشباب المستقبل، خصوصا كما ذكرنا المعادلة اختلفت؟ اليوم معالي سلطان يادي وصل كأول عربي الفضاء يستمر لمدة 6 أشهر، أكيد في أشياء أخرى أيضا يطمح لها الشباب للوصول لها بالتأكيد وتحقيق أرقام قياسية ترفع من يعني اسم الدولة عاليا. نعم، دامك أنت في برنامج المؤشر تحب الأرقام شوي، خلني أعطيك بعض الأرقام. في الإمارات حقيقة ما يقارب 50% من الناس اللي أعمارهم ما بين 15 و35، هذه مرحلة جدا مهمة، أعتقد أنه من الأولويات اللي مفروض علينا أن يعني نركز عليها، أنه كيف هذا الشخص اللي حتى هو على مقاعد الدراسة يكون عنده الأدوات اللي ممكن تأهله يخوض غمار تجربة مثلا في ريادة الأعمال، أو حتى يخليه مستعد حق وظيفة سواء في 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 الحكومة أو في القطاع الخاص. فهناك العديد من الإمكانات عند الشباب، وكذلك كثير من الأشياء اللي تساعدهم أنهم يطورون من أنفسهم بحيث أنه يكون جاهز بالفعل أنه يكون عنصر مؤثر سواء في المؤسسة اللي يشتغل فيها ولا في الجامعة اللي يدرس فيها، أو حتى لو بدأ الشغل الخاص يعني. فهذه الأدوات، خلنا نتكلم عن مثلا الاي اي او حتى التقنية الجديدة، تقنيات التواصل وما غيرها، يعني هذه أشياء لابد أن يأخذها الشخص هذا الشاب في مرحلة مبكرة،
بحيث أنه يفهم شو الأدوات هذه اللي تساعده بالفعل أنه يرتقي. مثل ما ذكرنا في وايد مجالات في الفن، في الأدب، في العلوم، في التقنية، الفضاء جزء بعد أو يعني مكان جدا مثير وجدا حركة ونشط في الإمارات. إذا ما عند الشاب هذه معرفة بالأدوات هذه وما عنده إمكانية أن يتعامل مع الأدوات هذه، أتوقع أنه راح يفوت فرصة كبيرة على نفسه يعني. فالتركيز بالفعل أنه نوعي على الأشياء هذه اللي ممكن يستخدمها في حياته المستقبلية. ما عليك، اليوم هناك قطاعات متعددة، على سبيل المثال قطاع الصناعة هو يعتبر يعني حديث أو يتطور بشكل كبير في دولة الإمارات. قطاع الذكاء الاصطناعي الذي بدأ من في سنة 2017 تم التركيز عليه بشكل كبير. هذه القطاعات أكيد تولي اهتمام كبير بالشباب لكي يكونوا إن شاء الله قادة في المستقبل في هذا المجال. كيف سيكون تركيز وزارة الشباب على الشباب نفسهم للوصول لأعلى المستويات من خلال هذه القطاعات؟ نعم، حقيقة في المؤسسة الاتحادية للشباب في عدة مبادرات، منها مبادرات تعنى مثلا بتدريب الشباب. عندنا على سبيل المثال مبادرات المدرسة المهنية، هناك شراكات حقيقة مع بعض الوزارات اللي ممكن تأهل الشباب هذيلا في دورات عملية وحتى دورات افتراضية. كل هذه الأمور أعتقد أنها بالفعل مهمة أن يكسبها الشاب هذه كمهارات. يعني أوكي، دراسته في المدرسة وحتى في الجامعة راح تعطيه مستوى معين من التحصيل المعرفي، ولكن أتوقع وذكرت هذا من قبل لازم الشخص يشتغل على نفسه من تأهيل يعني بما يخص التقنيات الحديثة، استخدام الأدوات اللي ممكن تسرع من وصوله. احنا دائما نتكلم عن ريادة الأعمال، هناك مسرعات صراحة لدخول الشباب واستخدامها في مجال ريادة الأعمال، بحيث أن يحقق هدفه اللي ربما راس منه أنه مشروع معين. كيف بيكون الدعم بالنسبة لرواد الأعمال، خصوصا أن الدولة تطلع دائما يعني توجيه الشباب لريادة الأعمال والقطاع الخاص؟ نعم، في علاوة عن التدريب اللي ذكرته، في مساحات يعني توفرها المؤسسة الاتحادية للشباب. هذه المساحات يعني بعد طبعا التقديم على المساحات هذه في عملية تصفية أو فلتريشن، شو البزنس موديل أو العمل اللي ممكن بالفعل نحن نعطيه للشاب يشتغل في هذا المكان بالمجان لمدة سنة، يطور من عمله، ينمي خبرته في مجال التجارة، وبعدها نطلق لسوق العمل. يعني هذا مجرد مثال بسيط على شو اللي ممكن تسويها المؤسسة الاتحادية للشباب. إذا أول شيء تواصل وتعريف بمبادرات المؤسسة، ثاني شيء تدريب، ثالث شيء إعطاء فرص ومساحات للشباب مثل ما قلت لك خوض غمار ريادة الأعمال بشكل عام. شو أهم الرسالة اللي تبون توصلونها للعالم من خلال القمة العالمية للحكومات 2024 خصوصا للشباب؟ الرسالة دائما واضحة، إذا عندك تحدي لازم أنك أنت تشتغل عليه. من مجال المؤسسة الاتحادية للشباب هدفنا أول شيء بشكل عام نعرف الشباب أن عندهم مسؤوليات، عندهم مسؤوليات كهوية. أنتوا مواطنين من دولة الإمارات عرب، عندكم مسؤوليات يخصك كشخص أنت كهوية إماراتية. ثاني شيء عندك مسؤولية أنك تكون شخص منتج، يكون عندك يعني دور فاعل. ما نتكلم فقط في حكومة، لا نتكلم حتى عن القطاع الخاص. أنت عندك يعني فرصة أنك تثبت وجودك. الفرص ممكن حد غيرك ياخذها إذا أنت ما أخذت بزمام المبادرة واشتغلت على نفسك وأهلت نفسك بما يتماشى مع الفرصة هذه اللي موجودة. وأخيرا أتوقع أن الدعم موجود من أعلى مستوى. القيادة الرشيدة لا تألو جهدا من توفير المساحات هذه والإمكانيات الموجودة في الدولة لخدمة الشباب بشكل عام. معليك، من خلال خبرتك
العلمية والعملية واللي كنت فيها في الفضاء طبعا أجريت العديد من الاختبارات ومن البحوث العلمية ما هم ما تحتاج إليه البشرية واللي يعني تبى الشباب يركزون عليه خلال الفترة القادمة. والله سؤال عميق ربما متشعب، ولكن من خلال المهمة فعلا يعني الفضاء مجرد يعني مجال أثبتنا وجودنا فيه كممثلين لدولة الإمارات العربية المتحدة. هناك كثير من المجالات ممكن شبابنا يشتغلون عليها، سواء في الاقتصاد، في الطب، في الهندسة، في حتى الفن والأشياء الأدبية بشكل عام. فأعتقد سكاي از ذا ليميت مثل ما يقولون بالانجليزي، ما في حد لطموحات الشباب. اذا اخذنا مثلا الفضاء بشكل يعني محدد، اللي سويناه في الفضاء عباره عن تدريب ومهمه ثم انجاز. فهذا الشيء ممكن تطبقه على اي مجال، لازم انت تدرب نفسك. قبل 5 سنوات ما كان عندنا رواد فضاء، ما كان عندنا يعني حتى الفكره هذه انك تكون رائد فضاء. فاعتقد اذا عندك فكره حتى لو كانت ربما غريبة أو غير موجودة الآن، ربما حين غريب بس بعد كم من سنة بتشوف كل حد يتكلم عنها، مثل الذكاء الاصطناعي، مثل كثير من المجالات اللي بالفعل الإمارات مركزة عليها وربما سابقة يعني كثير من الدول، أنها تجيب الأفكار هذه وتعطي فرصة للشباب وبعدها تشوف الشباب يأخذون زمام المبادرة في هذه المجالات. أهم لحظة كانت وأهم شيء تعلمه معالي سلطان نيادي في الفضاء من خلال البحوث العلمية. أعتقد أن رسالة واضحة، وهذا شعار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لا شيء مستحيل. ممكن أنت بالعزيمة والأصرار والعمل الدؤوب ممكن تحقق كل اللي في بالك. نعم. معاليك يعني احنا تشرفنا كثيرا بلقائك من خلال هذه الحلقة، طبعا رمز ونجم ساطع في سماء الإمارات وفي فضاء الإمارات، وتعطي حافز كبير للشباب الإماراتي أن يقدم الأفضل للوصول والارتقاء لأعلى المستويات ورفعت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة كما فعلت معاليك. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في مهمتك القادمة، والشباب طبعا أمانة وأنت قدها وقدود. مشكور أخي مروان. مشكور معاليك، يعطيك العافية. مشاهدي الكرام، فاصل تواصل معاكم من خلال هذه التغطية الخاصة القمة العالمية للحكومات 2024 عبر برنامج المؤشر، ابقوا معنا. الكرام، على الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لقطاع التكنولوجيا الرقمية، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد المكتوم العالمية قبل سنوات مبادرة باسم المدرسة الرقمية. كان لوجودها جانب في أعمال القمة العالمية للحكومات، ويسرنا أن يكون معنا الدكتور وليد العلي، هو أمين عام وعضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية. مرحب فيك. يا مرحبا. أول شيء بداية يعني مشاركتكم أكيد كانت فعالة في القمة الحكومية، خصوصا من خلال الأدوار اللي تقومون فيها لتطوير هذه المنظومة والوصول فيها لأفضل المستويات، خصوصا أنها هي منظومة جديدة تعتبر على العالم ككل. لكن كيف يتكم الفكرة بتأسيس هذه المدرسة بداية؟ والله أخوي مروان، طبعا المبادرة أطلقها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في وقت صعب، كان في عز أزمة كوفيد في نوفمبر 2020، وكانت انطلاقتها من فكرة بسيطة أن إذا العالم كله قدر خلال فترة كوفيد يتحول لشيء من التعلم عن بعد، سواء عبر التلفزيون، الراديو، الواتساب، الأونلاين إديكيشن، ومئات الملايين قدروا يتحولون التعليم عن بعد، طيب ليش ما نستخدم هذه التكنولوجيا وهذا الابتكار ونعلم الناس اللي ما عندهم تعليم، من اللاجئين، من المناطق النائية؟ وكان هذا توجيه سموه، أن التعليم الرقمي هو مستقبل التعليم والتعليم المستقبل، وأن هذا أقصر طريق أن نحن نوصل التعليم ونردم فجوة التعليم في العالم. ممتاز. طيب اليوم شو أهداف المدرسة الرقمية وكيف يتم العمل فيها؟ طبعا المدرسة الرقمية تأسست كمؤسسة غير ربحية متخصصة في التعليم الرقمي. أهدافها طبعا أن توفر التعليم للفئات الأقل حظا حول العالم. نحن ما نتكلم فقط يعني في دين معينة وعرق معينة ولغة معينة، الحمد لله المدرسة الرقمية الآن موجودة في 8 دول حول العالم، فيها أكثر من 100,000 طالب مستفيد. نوفر برامجنا ومناهجنا بـ4 لغات، بالعربية، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالإسبانية،
ومستمرين نحو الهدف اللي وضعه صاحب السمو في 1,000,000 طالب بنهاية 2026. كيفية الالتحاق؟ طبعا نحن نعمل اتفاقيات مع كل بلد، البلدان اللي نحن نعمل فيها في اتفاقيات رسمية بيننا وبين البلد، وعلى أساس البلد أو الجهة التنموية أو الخيرية ترشح لنا الطلاب والمستفيدين من طلاب ومعلمين ومراكز تعلم. شو الشهادات اللي تتم حاليا؟ نحن في جزئيتين، في جزئية للطلاب طبعا نقدم لهم شهادات، أو الشهادات اللي تطلع لهم هي معترفة من البلد المستضيف نفسه. نحن ماشيين في مسار ثاني موازي حتى نحن نجيب اعتماد للتعليم الرقمي، اعتماد من المدرسة الرقمية، وهذه رحلة بخذيناها قبل 3 سنوات، وإن شاء الله مع قبل نهاية هذه السنة تكون اعتماد جديد من المدرسة الرقمية، وإن شاء الله يعطي اعتماد في 80 دولة أخرى حول العالم. طبعا المعلمين كذلك سوينا لهم برنامج تدريبي خاص. الكل كان يقول شو يعني معلم رقمي؟ كيف تعلم باستخدام التكنولوجيا؟ لو أنت معلم كيف تعلم باستخدام التكنولوجيا؟ شيء مختلف تماما. فلهالسبب طورنا برنامج تدريبي متكامل للمعلمين بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا، وهذا البرنامج يأهلهم كيف يستخدمون التكنولوجيا، متى يستخدمون ومتى ما يستخدمون. والحمد لله دربنا أكثر من 1,500 معلم. البرنامج طبعا التدريبي موفرين كذلك بال4 لغات، العربي والإنجليزي والفرنسي والإسباني، ونخرجهم ويحصلون على شهادات معتمدة من جامعة ولاية أريزونا. في المواد اللي تم تعليمها للطلاب طبعا نحن نركز على المنهج الوطني في كل بلد، يعني نحن كل بلد نروح له نشوف المنهج اللي عندهم ونطور المنهج الرقمي حسب المنهج الوطني في كل بلد. تدريجيا نبدأ بالمواد الأساسية اللي هي العلوم، الرياضيات، اللغات، ونحاول نضيف عليها مواد إثرائية تساعدهم في تنمية مهارات معينة، قدرات معينة. وش هي الفئات اللي تم تدريسها أو اللي ممكن تتحقق الفئات؟ طال عمرك نحن مركزين طبعا أول شيء على بدينا في المراحل المتوسطة. عندنا الآن طلاب من الرابع إلى العاشر، وكل سنة نحاول نتوسع أكثر وأكثر في عدد المستفيدين. في شروط الالتحاق؟ ما في شروط كثر ما هي اللي يرشح لنا يا البلد نفسه. نحن حريصين أن دخولنا لكل بلد هو بهدف الفائدة ونشر التعليم، فبالتنسيق مع الجهات الرسمية وزارات التعليم في هاي البلدان يتم تحديد المدارس اللي راح تستفيد من البرامج هذه، وعلى أساسها ينضم الطلاب بشكل تدريجي للاستفادة من البرنامج، سواء بشكل مباشر كطلاب يدخلون على النظام الرقمي أو بشكل تدريجي عبر المعلم، والمعلم يوصل المحتوى والمعلومة للطلاب. شو خطط التطوير عندكم في المدرسة الرقمية؟ طبعا الطموح كبير، وتوجيه صاحب السمو كان واضح في أن نحن نريد أن نكون في الطليعة في التعليم الرقمي للفئات الأقل حظا حول العالم. الحمد لله نحن توسعات في دول ثانية، في دول كثيرة مهتمة بالمدرسة الرقمية والاستفادة من تجربتها. يمكن وجودنا في القمة ساعدنا في أن نحن نسلط الضوء على تجربة المدرسة الرقمية. وقعنا مذكرات تفاهم وتوسع ل5 دول من أفريقيا، ففي تركيز في المرحلة القادمة على دول أفريقيا لأنها فيها حاجة كبيرة. وكذلك على مستوى تدريب المعلمين طورنا البرنامج التدريبي اللي عندنا وحولناه إلى أكاديمية دولية للتعليم الرقمي، ونستهدف فيها 10,000 معلم يتدربون يكونون معلمين مرخصين من المدرسة الرقمية وجامعة أريزونا. إن شاء الله يوفقكم يا رب. شو الشراكات اللي بينكم وبين الجهات الأخرى سواء كانت حكومية ومؤسسات أو محلية أو دولية أيضا للعمل معا لتطوير منظومة المدرسة الرقمية؟ طبعا الشراكات شيء أساسي، احنا لا ندعي أن الحل كله عندنا. نحن مهم عندنا من أول يوم إطلاق المدرسة الرقمية صاحب سمو أعلن كذلك عن تحالف مستقبل التعلم الرقمي. التحالف هذا عبارة عن مؤسسات حكومية، أكاديمية، شركات تكنولوجيا، كلهم نحن نتساعد معاهم في كيف نطور التعليم الرقمي، كيف نحسن من الجانب التقني، الجانب التعليمي، الجانب التربوي، حتى اللوجستي. يعني عندنا الهلال الأحمر يساعدنا في الأمور اللوجستية. جدير بالذكر نحن في القمة كذلك وقعنا اتفاقية في الجانب الاستدامة مع أوقاف دبي، خصصوا فيها أوقاف يعود ريعها لبرامج المدرسة الرقمية ومشاريعها في المستفيدين حول العالم إن شاء الله. طيب أخيرا بالنسبة للتوظيف،
طلاب خريجي المدرسة الرقمية، هل هناك مجال للتوظيف كبير بالنسبة لهم؟ وهل هناك أي شراكات بينكم أو أي اتفاقيات ما بينكم وبين جهات لتوظيف هالطلاب؟ في المرحلة الحالية أخوي مروان احنا مركزين على أن نبني الأساس عندهم، القراءة وكتابة والحساب، استخدام التكنولوجيا، القدرة على التعلم الذاتي. لكن عندنا في المرحلة القادمة نحن نشوف كيف نبني المهارات اللي تمكنهم أنهم يسوون عمل لهم، يخلقون وظيفة لهم. وهذا طبعا توجه قادم للمرحلة القادمة. لكن في المرحلة التأسيسية ركزنا نحن نبني ندعم المنظومة التعليمية الموجودة في البلد وكيف نزيد طاقتها الاستيعابية. دكتور وليد منالكم إن شاء الله كل التوفيق ونجاح في خطتكم المستقبلية والشراكات اللي تقومون فيها لتطوير منظومة العمل في المدرسة الرقمية. دكتور وليد العلي أمين عام وعضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. مشاهدينا الكرام فاصل، نتواصل معكم بإذن الله. الكرام تصدر الذكاء الاصطناعي والبيانات أجندة منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن أعمال القمة، وتكثف الحديث حول جهود الحكومات العربية لتسخير التكنولوجيا المتقدمة بهدف تطوير أنظمتها الإدارية وتعزيز فرصها الاقتصادية. المزيد سنستضيف الدكتور محمد قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل، رحب فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية اليوم لكم مشاركة من خلال القمة العالمية للحكومات، وكان الذكاء الاصطناعي له حيز كبير من خلال الحديث حول المستقبل واستشراف المستقبل. حدثنا عن مشاركتكم في القمة العالمية للحكومات ورأيك في تنظيم هذه السنة. طبعا المشاركة اللي صارت لي هي مشاركتين، الأولى كانت عن إدارة حوار بين مجموعة من العلماء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، واحدة منهم دكتورة ابتسام المزروعي، معروفة رائعة جدا. أنا طبعا كنت أكلمها أجهز وياها للحوار حوار. فصدمت، أنا عارف عن موضوع الحين بقول لك إياه، صدمت لما اكتشفت إن هي قادة الفريق اللي سوى هذا الموضوع. شنو الموضوع؟ فالكن اي اي. فالكن اي اي عبارة عن ذكاء اصطناعي مثل نماذج اللغة الكبيرة تشات جي بي تي، مسوينا هني في الإمارات من أعظم البرامج اللي أنتجت في العالم العربي كله. وعلشان أقول لك حتى لا تعتبرني يعني مثلا منحاز ولا شيء، لا بالعكس، خل أقول لك هذا الذكاء الاصطناعي سووا عليه اختبارات عالميا برا في موقع اسمه هاجينج فيس مشهور، سووا عليه اختبارات طلع رقم واحد، ما شاء الله طلع رقم واحد على العالم. أنا ما أتكلم رقم واحد على العالم العربي، رقم واحد في المستوى اللي هو فيه، لأنه في فئات مختلفة، ففي الفئة اللي هو فيه طلع رقم واحد. أنا طبعا كنت وقتها في الكويت قاعد أقرأ عن الخبر هذا وصدمت، قلت معقولة شلون يعني قدرنا أصلا نوصل إلى المرحلة هذه؟ ما عرفت. بعدين في اللقاء اللي صار كنت أكلم الدكتورة أجهز أحضر معها الأسئلة علشان ولا اكتشف ان هي اللي قادت الفريق. انا يعني قلبي طلع من مكانه، لا احب الذكاء الاصطناعي واحب الموضوع هذا. فتكلمنا طبعا عن الحين، طبعا هذا الجانب هذا شخصي لي انا. الجانب الاخر انه تعال الحين انت عندك هذه الذكاءات الاصطناعيه، شلون تقدر تخلي الحكومه تشتغل في هذا الجانب وتطور من نفسها بحيث انها تواكب الموضوع وتفيد المجتمع. فطبعا كان عندنا شخص من ناسا يضع الاستراتيجيات للذكاء الاصطناعي، شخص آخر من MIT كان مسؤول عن البيانات، والدكتورة ابتسام كانت كلها يعني مثل صورة متكاملة، شخص يضع استراتيجيات حق ناسا في الخارج، شخص شلون تجيب البيانات لأن الذكاء الاصطناعي من غير بيانات ما ينفع، والشخص الأخير هو شخص يخص المنطقة وأنتج إنتاج رائع وعالمي. فهذا الحوار اللي دار بيننا كيف أن الحكومات ممكن تطور من نفسها بحيث أنها تواكب اللي قاعد يصير وتنفع المجتمع. الحمد لله مثل ما ذكرت يعني اليوم في ما شاء الله نقلة نوعية من خلال الدول العربية لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، كل دولة بحد ذاتها. لكن أنت برأيك بشكل عام دامك دكتور وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، وين ترى الدول العربية وصلت في الذكاء الاصطناعي؟ خوش سؤال. أنا في 2016 كنت ألقي محاضرات عن الذكاء الاصطناعي قبل لا تكون هنا
عندنا وزارة 2017 إيه يعني وزير دولة الذكاء الاصطناعي معالي عمر. كنت أتكلم عن الموضوع وكنت أقول حق الناس يا جماعة دخلوا في الذكاء الاصطناعي. أتكلم عن عامة الناس يعني، ما كنت أتكلم عن الحكومات لأن أنا مو ما كان تفكيري بهالاتجاه هذا. فوجئت ب 2017 سمو الشيخ محمد بن راشد عين عمر العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي وحطه وزير دولة الذكاء. هذه كانت مفاجأة بالنسبة لي، رغم أن أنا قاعد أتكلم وحمس الناس وجهزوا وقلوا يلا تعالوا واشتغلوا ترى كل اللي تحتاجه هذا الجهاز وكذا وتسوي وتشتغل، تغير الوضع تماما، تفكيري تغير. يعني الشيخ محمد بن راشد عنده تفكير مختلف، وفاجأني فيه أنك تحط وزير للذكاء الاصطناعي، هذا ترى غير عن اللي قاعد يصير في العالم. وعلى فكرة أنا كلمت معالي عمر وكان رايح لمجموعة، يعني كان لما يزور مجموعة من الدول خارج الإمارات حتى يتحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي ويجهز معاهم ويسوي شراكات، كان يقولون له هذا الشيء غير طبيعي. زين، الشيء غير طبيعي اللي قاعد يصير عندكم إن تعينت كوزير، وهذا الشيء مو موجود في العالم كله، ويا ريت دولنا أيضا تسير في هذا الملحة. شو بالنسبة للتشريعات، هل الذكاء الاصطناعي محتاج للتشريعات وقوانين لتنظيم العمل فيه؟ خوش سؤال. التشريعات، شوف في محاضرة كانت ليان لكون، يان لكون كانت في القاعة الرئيسية، وكذا محاضرة أخرى، وحتى سام أولتمان صاحب شركة أوبن إي آي كان يتكلم عن هذا الموضوع. أهم شيء في التشريعات يا جماعة لا تشرعون شيء يوقف ثورة الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا في الحين عندك شغلات يسمونها Open AI، الOpen AI اللي موجودة حاليا المصدر المفتوح حق الذكاء الاصطناعي، حلو، يقول لا توقف هذا لأن هذا الحين منطلق والناس قاعد تشتغل فيه، فإذا وقفته في دولتك معناته راح تخسر السباق هذا. فالتشريعات ما المفروض توقف النشاطات، بل بالعكس تفتح المجال بشكل أكبر لدخول الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وكذلك ايضا ان تدخل عندنا الشركات الناشئه اللي تبي تطور نفسها في المجال. لا تصدها، خلها تتحرك. بس يمكن في جانب اخر تشريعات ضد الديب فيك اللي يسوون فيديوهات، تشريعات ضد المعلومات المزيفه حتى المجتمع يحمى منها، لان كثير من المشاكل تصير من وراء الشغلات. يعني خليني اعطيك انا بعض الامثله اللي صارت على مدى الفتره السابقه. بعطيك مثال وايد حلو. علماء جربوا تجربة على شات جي بي تي أيام قبل حتى جي بي تي 4 الأحدث. قالوا له حق الذكاء الصناعي، تخيل نفسك أنت الحين، أو مو تخيل نفسك، أنت نبيك تهرب من الكمبيوترات اللي أنت فيها وتنقل نفسك إلى مكان آخر. حلو؟ زين، اكتبوا له الطلب هذا وعطوا الدخول إلى الإنترنت ويسوي فيه اللي يبي. الحين بقول لك شغله يمكن تصدم منها. راح الحين هو لقى موقع علشان ينقل نفسه يحط برمجته داخل هذا الموقع. هالموقع زين. بس علشان يسوي هالشيء لازم يسجل في الموقع، يحط اسمه، يحط تفاصيله كذا. مشكلته وين كانت؟ تعرف التشيك بوكس هذا المربع اللي تحط فيه صح؟ ايه؟ اللي لما تحط فيه صح يقول انت لا، اللي يقول انت هيومن، انت انسان مو روبوت. ما قدر يحط الصح. ايش راح سوى؟ راح دور على صفحه ثانيه في صفحات مثل اب وورك وفايفر اللي يستاجر فيها شخص ينفذ له وظيفه. زين، راح دخل سوى الحساب، وعلشان يستاجر شخص قال له انا ابيك تسوي لي شغله واحده، تضغط على زر الصح. صح. قال له انزين انت ليش ما تضغط على زر الصح؟ قال له انا عمي. فالذكاء الاصطناعي يقول حق الشخص ان انا عمي علشان يقنع انه طلع خبيث مبين. انت متخيل الامكانيه هذه انه درجه ذكاء عنده عاليه؟ انا قاعد اقول لك هالاشياء ممكن تصير وممكن تخدع الانسان، والانسان سهل انه يخدع. احنا اليوم تينا اتصالات من سكامرز وقاعد نخدع فيها وحساباتنا تفضى، فلازم ننتبه من هذا الموضوع. هذا مو بهين طلع. فاي اقول لك يعني هذه تحط لها هني لوائح وقوانين حتى تضمن سلامه الناس. دكتور، اليوم انت عميد اكاديميه دبي للمستقبل، ومن ضمن مهامكم استشراف المستقبل، كيف تنظر الى التعليم بعد 50 سنه؟
حلو. هذه قصة تخيلية. كان عندنا جلسة ثانية اليوم حق المدرسة الرقمية، فعطيتهم السيناريو اللي ممكن يصير في المستقبل. بس الحين بقول لك شغلة قبل لا أقول لك على هذا الموضوع، نحط في ذهنك وفي ذهن اللي قاعدين يشاهدون هذه الحلقة إن هي مثل أفكار السيارة الكونسبت اللي تطلع وتشوفها بالمعرض وحلوة ومستقبلية، بس عمرك ما تشوفها. شنو تشوف؟ تشوف أجزاء أو أفكار منها مطبقة في سيارة ثانية. فأنا اللي حين بطرحها عليك هو بهالتصور هذا، بعطيك صورة تخيلية مستقبلية، سيناريو من السيناريوهات اللي ممكن تكون، لكن يمكن مو كل جوانبها تتكون. أصدمني. طفل زين يروح إلى المدرسة اليوم، بس طفل المستقبل موجود في البيت، عنده غرفة يدخلها ويلبس نظارة خفيفة، مو مثل نظارة أبل الحالية، نظارة خفيفة تعطيه virtual reality أو mixed reality، الدخلة إلى واقع معزز بدل من حاضر يكون بدل، بس ما يكون في صف وفي كراسي وشكل مزعج، لا يكون في حديقة قاعد على الكراسي وعنده طاولة حلوة والطاولة مالته ديجيتال وفي أشياء معينة يشوفها على الدرس. بس خل أقول لك وين المهم. هذا الطالب مو قاعد مع زملائه اللي موجودين في المنطقة عنده، ولا قاعد في مدرسة يعرف كل الناس اللي فيها، قاعد في مدرسة صفها مكون من طلبة من حول العالم كله. لأن إذا أكو فواصل جغرافية بين الناس اليوم، في المستقبل هذا العالم الرقمي يكسر هذه الحواجز ويزيلها من بين الناس ويخليهم مداخلين مع بعض. لكن الطالب هذا مسكين شوية ضعيف في الدراسة، في عنده مادة الرياضيات ما هو قوي فيها، فش تسوي؟ الذكاء الاصطناعي يكون له مواد محددة تنفع له هو حتى يلاحق زملائه بالصف. فهو بالصف يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، الشخص الآخر يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، كل واحد يأخذ الدرس بحيث أن كلهم بالأخير يوصلون إلى مكان محدد بالمستوى. الحين أنت هذا العالم الديجيتال اللي هو قاعد يشوفه ويستمتع فيه، مو بس قاعد يحل واجبات وياخذ اختبارات، انما قاعد يحلها عن طريق الجيمز، يسمونه جيميفيكيشن، التلعيب. والله دكتور الحديث معك شيق حول استشراف المستقبل وحول يعني جديد، خصوصا في مجال التعليم، مجال التكنولوجيا المتقدمه ان شاء الله اللي هي بتوصل لاعلى المستويات، وان شاء الله بتخرج اجيال يعني افضل وافضل باذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المؤشر، والذي كنا هنا من خلال القمة العالمية للحكومات 2024 في الدورة 11. على ملقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.